اكسداني؟ شويه سخنين قوي. يا طعم انت مجنونه؟ طب بس ما تخافش. ما اخافش ازاي؟ ما بحس عينيا عليا اليومين دول. حالا على كرم لازم نخلص منه الليله. خسارتي، سيبولي هديه. وناكل منين؟ من حسابك في البنك؟ خاتم ما يباتش عندك الليله. طب مش ممكن تغير فكرك؟ الدنيا ليل وزمان تفيده دلوقتي نايمه. تصحى. تمام، الخاتم لازم يكون عندك الليله. فتاخده منك قبل الفجر، انت فاهمه؟ امرك. تخبطي على الباب هيطل لك المشروع، هتقولي له جايبه لك سوداني، تدي له العلبه دي هديكي ظرف مقفول، فاهمه ولا كل مره اقعد احفظك؟ هي فيها ايه العلبه دي؟ فيها بومبه تاخد اجلك. انا مش قايله لك 100 مره ما تساليش؟ يعني انا خايفه من انور ده يكون بيمشيكي في حاجات مش كويسه. لولا انور كنا متنا من الجوع. اهو بيوكلني ويوكلك. بيوكلنا المر. ما كنا عايشين عند عمتي في امانه الله، ايه اللي نابنا من مصر؟ كنت عايزه افضل قاعده لحد دلوقتي متمرمطه في الفلاحين؟ وانت يعني دلوقتي مش متمرمطه؟ انت هتعدلي عليا ولا ايه؟ قومي غوري فزي، يلا قومي. انا شفتها جريت قدامي من هنا. يبقى لازم تخبط في بيت من دلوقتي. خش انت، هو دور هنا وانت محمود تعالى معايا. يمكن زرقت على فوق، تعال. سمعت صوت وانا كمان هنا. تكونش دخلت الاوضه دي؟ شوف يا بنت. مين؟ قولي. مش عاوزين النهارده. مين؟ قولي. بوليس. يا ساتر استر. في بنت حراميه جريت مننا وعندنا شك انها دخلت هنا واستخبت عندك. بقى انت جاي تسحرني بتهمه يا اخويا؟ روح ربنا يحن عليك. ما هو اسمع، انت ما تلعبش بالحكومه. حكومة ايه؟ وانا هغشك؟ ما انا برضه حكومة زيك، انا عطشجي في السكة الحديد. وعلى كل حال اتفضل فتش.
مؤاخذة. احنا اسفين لازعاجك. انا بقى اتفضل. طيب مع السلامة. الله يبارك. يا نهارك مطين، انت مين؟ انا انت الحراميه؟ ابدا، ان شاء الله انطفت نظري. اذا كنت سرقت حاجه تعالي هنا. اذا ما كنتش مصدقني فتشي ولقيت معايا حاجه واحده بس وديني على الكراكون. ايوه هفتشك، لكن دي مساله صعبه قوي في التنفيذ. تعالي معايا. قولي لي انت ايه اللي جابك هنا وكانوا بيجروا وراك ليه؟ اصل انا كنت واقفه في الشارع وبعدين لقيت بنت جايه تجري وقالت لي اجري اللي هيمسكوك. اتخضيت ورحت جاريه، راحوا جاريين ورايا وسابوها هي، ما لقيتش حتى استخبى فيها، جيت هنا. يعني عملت فيكي فصل وزاغت هي. ما اصل انا غشيمه. غشيمه ولا من القطط اللي بيسرحوا بالليل؟ قطط ايه؟ انت باين على نيتك قوي، لكن فهميني ايه اللي خرجك بالليل في الوقت ده؟ اصل انا ليا اخت. أيوة. بتشتغل وتأخرت في الشغل، معرفتش اتخضيت عليها، رحت خارجة اشوفها راحت فين. مش مصدقني، ان شاء الله انطفت نظري اذا كنت بكذب. مش باين عليك بتكذبي. يعني اقدر اروح؟ روحي. ربنا يخليك ويطول عمرك. راح فين؟ مروح. تعال، ده للدخول، انما الخروج من الباب. اقفل الباب. سيبيه مفتوح علشان لو رزقت بعسكري ولا مخبر ما يخبطش ويدخل من سكات. لا، ان شاء الله من هنا ورايح هيدخل لك السعد. انت راجل طيب. لا، انا متعود السعد يجيلي من الشباك. سعيده بقى، اطفي النور وسلمي لي على اختك. تصبح على خير. وبعدين؟ وبعدين رميت العلبة تحت السرير ورحت جاية جارية على هنا. اوعي تكوني بتكذبي يا بنت. لا وحياة ربنا والله العظيم ابدا، حتى اروح لكرم وانت تلاقي البوليس قابض عليك. طيب بس بلاش عياط، اسمعي هنا، خدت المسؤول منك انت، انا ماليش دعوة باختك. طيب انزل انت دلوقتي لحسن كرم يكون جنب سيرتك للبوليس. انا نازل. تعرف لو تكوني بتكذبي هوديك في داهية، انت فاهمة؟ يا هادي يا رب. يا كريم يا حليم يا رب.
فندق فندق ومبقى يا اخي الساعه بقت 6 ومسح اخويا بقت 6. يا هادي يا كريم يا رب. يا سي حماده اصحى يا سي حماده. اه ما انا عارفك ما صحيكش الا ابو بسبوس. سهل يا كريم يا رب سهل. يا مسهل يا رب. صباح الخير يا زكي. صباح الخير يا فتحية. الله مالك مدلد لودانك كده ليه خرمان؟ خد لك نفس. ايه اه يا نمس فقست اني غيرت الصمت. لا ما هو من هنا ورايح هنشرب مصري الجمارك يا خفيف. صباح الخير يا عم مدبولي. صباح الخير يا سي حمادة. ازاي السيادة النهاردة؟ والله مش ولا بد يا استاذ مدبولي، قلقت بالليل ونومي كان مقطع والمية متلجة قوي يا اخي. عدم المؤاخذة ما لحقتش اسخنها. اعمل معروف انزل بالعجل بقى لحسن زكي زهقان. خلينا نخرج ندور على حالنا. يا جدع اشتاذ وانت مركون على حيطة. لا مؤاخذة اصل ليلة ما نمتش ولا دقيقة. ما نمتش ليه؟ يعني زعلان على الاطيان اللي فوق المتين اللي نزعوهم منك. اطيان ايه؟ اصل الليله اعتصمت في الاوضه حته بنت لكن زي القمر. الله حماده انت هتوسخ الحته ولا ايه؟ لا انت رحت لبعيد. دي بنت غلبانه كان البوليس بيطاردها. وبعدين؟ وبعدين حسيت انها غلبانه فستها تروح. خير ما فعلت. ادي الرجوله اهي. اراب اشرب الشاي قبل ما يبرد. اشرب. اراب اخبار اراب مصور مصور اراب اخبار اخبار اراب اخبار مصور مصور اراب اخبار. ايه الاخبار يا بندق؟ لا ده النهارده انقلابات متلتله. انقلاب في فرموزه وانقلاب في جوتمالا وانقلاب في كوريا. ما تقلبش دماغي بقى. شوف لنا اكل عيشنا. في وفيات كتير في توصيلات للقرافه. ابسط يا عم مدبولي صفحه الوفيات مستفه. سلام عليكم. يعني هتتعشى النهارده يا استاذ مدبولي؟ كريم يا رب تفتحها في وشنا. وبعت لنا في طربوش حسين افندي رزقنا. الله انت لسه بتراسل بنته عن طريق الطربوش؟ وعندي ميعاد النهارده معاها هتبعتهولي في طربوش. يا سي حماده. افندم مالك بس ومال الطربوش؟ ما هي بسلامتها فواكه نظفته قبل منزل. ربنا يخليها لك يا رب. اجيب لك النهارده سندوتش فول ولا طعميه احسن افندي؟ لا انا افطرت. ام فواكه كانت عامله لنا النهارده شويه كشري انما تستاهل بقك. ربنا يوعدنا. معلش بكره مصيرك تتجوز. يا ريت بس مش هاين عليا اسيب الوزاويز اللي بيستنوني في كل محطه. بتسمي دول وزاويز؟ امال لو شفت بنات زمان اللي كانوا عين في غرامي تقول عليهم ايه؟ حمام هزاز. يا سلام عليك يا فواكه. شايف لهفتها عليا؟ ربنا يخليها لك يا حسين افندي. دي تمرت فيها التربيه. لو كل الناس بتربي بناتها زيك ما كانش حد اشتكى من بنات ابدا. لا كلمه حكمه منك. لكن ايه اللي في ايدك ده؟ حجاب؟ لا ده معاد مع بنت زي القمر. قمع يا خي. يعني كانت مقطوعه لك في اول الخط وفي اخر الخط. عيادك عادي معاد مع برنسيسه. اوريك صورتها معايا في المحفظه.
دي القعده اللي بقعدها معاك كل يوم على البحر عندي بالدنيا بتنسين دوسه الشغل قرف القطارات. يا حبيبتي طيب وليه بس العذاب؟ مش تيجي تقعد معايا في اسكندريه وبلاش مصر بقى؟ وعمل بابا مين يصرفها؟ ده انا المدير العام المسؤول عن الشركات والمصانع بتاعت بابا. مفيش طريقه بقى غير انك تاخدني في مصر نتجوز ونخلص. يا ريت يا روحي، لكن ازاي اقدر اقنع بابا؟ اصله يا ستي عاوز يجوزني البنت واحد صاحبه علشان غني. وهو بابا فقير؟ بابا من ذوي الاملاك؟ من ذوي الاملاك يا حبيبتي يا حياتي، لكن بابا عاوز يجوزني بنت واحد مليونير. حماده ما تيجي نتجوز من وراه؟ هدي بقى ما عملهاش، اخلاقي ما تسمحش بكده ابدا. وعلى كل حال احنا مستعجلين ليه؟ ما احنا مبسوطين كده. لا لكن دي مش عيشه، هنفضل كده لحد امتى؟ لغايه ما اشوف الحل مع بابا. ساعتك كام يا حسين افندي؟ ليه وراك معاد تاني في مصر؟ زي كده برضه. أربعة إلى عشرة داخلين المحطة في الميعاد. عسالم عليك يا أبو الحلويات. يا حبيبتي يا حياتي، أنا طول السكة ذهابا وإيابا بفكر فيكي. الأذان هو بيغلي بيفكرني بقلبي. أبوكي بيفتكر إن صاد القطر هو اللي طالع على وشه، ومش عارف إن ده صاد شوقي ولوعتي. يا حبيبتي يا حياتي. قول امتى بس العذاب ده كله؟ مش تقول له بقى؟ اقول له ايه؟ تقول له انك طالب القرب منه ونخلص. طولي بالك لما اكبر في المقام شويه وابقى سواق قد الدنيا. احنا مستعجلين على الجواز ليه؟ ما احنا مبسوطين كده. يا حبيبتي يا حياتي. اختشي ابعد عني. فين الصوره اللي قلت لك عليها؟ اهي معايا لكن مش هديها لك. وهون عليكي. طب دي الصوره الوحيده اللي هحطها في اوضتي قدام سريري عشان اغمض الاقيكي وافتح الاقيكي. يا حبيبتي يا حياتي. ايه رايكم بقى فيها؟ مش بعرف انقي. مش نكته، انت ذوقك بقى دايما في النازل. الفواكه قال هو القلقاس بقى الايام دي من الفواكه. خد عم هات شعرفكم في الحاجات دي. بركه فيك انت يا اخويا. يلا بينا مدبول. يلا اخويا. عملتوا عين العقل لاني كابس عليا النوم. ادي اللي انت فالح فيه، تحط راسك تجيب الصبح. ايوه اقعدوا قروا عليا لغايه امبارح ما البوليس صحاني من احلاها نومك والمحفظه طارت ومين عارف الليله هيحصل ايه. يمكن الحراميه تجيلك الليله تكمل عليك. اوعى نفسك. تغطى كويس. تصبح على خير يا اخويا. تصبح على خير وانت من الاهل. فحرتك معاك. الخاتم فين الخاتم؟ والله رحت له حتى هي كانت معايا بس لقيت باب الاوضه مسكوك. صحيح يا انور انا كنت معاه. اصبر لي بالليل وهي تجيب لك الخاتم. تعرفي ما رجعتيش بالخاتم؟ بقر الفاتحه على عمرك، انت فاهمه؟ هدوم المحفظه. طلعي المحفظه. انا فاردك الفار. هنا الفار. الفار وقع في المصيده. طلعي المحفظه. محفظتي انت كمان؟ المحفظه اللي درستيها امبارح يا نصابه يا غشاشه يا حراميه. ارمي
سرقتش منك حاجه ان شاء الله متصف عينك. لا يا شيخ انا ما بقتش اكل من الكلام ده. اظن هتقولي النهارده جاي تفسحها هنا ولا جاي تحط قطعه في عينيك اللي عاوز ينده فيهم مسمار. لا انا اصلي وقعت مني حاجه وجيت اخدها. ايه ده؟ مش مصدقني كانت تحت السرير حتى اهي. يا هتطلع المحفظه بالله هي احسن يا هوديك البوليس. بوليس؟ انا فعرتك انا بتقولك يا سيدي انا اللي خدت منك محفظه ولا حاجه. يمكن واحد منك هنا ولا هنا. يا بنت طلع والله العظيم انا ما كنتش خايفه من الفرق ونزلت دورت لك عليها. يا بنت طلع المحفظه. هي دي؟ بص صدقت بقى ان انا مظلومه. انا متاسف. طب بس ما تعيطيش هجيب لك شويه ميه عشان تروقي دمك. لا يا سيدي كتر خيرك انا لا عايزه ميه ولا حاجه. اديني العلبه خليني امشي. طيب هعمل لك واحد شاي بالنعناع ومظبوط قوي. كتر خيرك مش عايزه لا شاي ولا حاجه. اديني العلبه. ما هي تشربي الشاي بالتي هي احسن يا اما مش هديك العلبه. تشربي الشاي وتديني العلبه. ايوه هديك العلبه. طب بس قاعده كده ليه ما تقعدي تستريح؟ اقعدي تحت. لا لا الفرق شاور عقل. لا فرق ايه ما زمانه نام. العلبه دي صحيح بتاعتك؟ ايوه. طيب فيها ايه؟ فيها الله ايه ده؟ اسمع انا هقول لك الحق وما صدقتنيش انا مستعد احلف لك على مصحف. من غير مصحف كملي. اختي ادتني العلبة دي وقالت لي اوصلها لواحد اسمه كرم في بيته. رحت وخبطت على الباب بصيت لقيت مخبر راح ماسكني من كتفي. اتخضيت وجريت فضل يجري ورايا لغايه ما وصلت عندك هنا. يعني مفيش واحده كانت بتجري ولما جت جنبك قالت لك اجري والقلبان ده اياها؟ يعني انت لما تكون مزنوق وهتروح في الداهيه لو قلت الحق تقول الحق ولا تكذب؟ انا بيني وبينك بكذب من غير ما اكون مزنوق. النهايه كملي. بعد ما رجعت من عندك اختي والاستاذ انور مسكوني ضربوني عشان نسيت العلبه هنا وطردوني وقالوا لي ما ترجعيش البيت من غير العلبه. ومين بقى يبقى الاستاذ انور ده؟ صاحب اختي. وانتوا ساكنين مع مين؟ لوحدنا. لوحدكم الاستاذ انور كده يخش نص الليل ويضربك من غير اي مناسبه؟ ده راجل بارد قوي قوي قوي. واختك بتشتغل ايه؟ موظفه. موظفه فين؟ في محل كده بيرقصوا فيه في شارع عماد الدين. اه دي لازم موظفه قوي. وانتي بتشتغلي معاها؟ يا خبر ده انا بدعي من ربنا ليل ونهار انه يكرهها في العيشه دي. اصل احنا مش كده. انا هحكي لك على كل حاجه. احنا من بلد صغيره جنب كفر الزيات وكنت عايشه انا واختي مع عمتي هناك. امي وابويا ميتين لكن جوز عمتي هو راجل طيب انما شديد قوي. واختي العبيه كانت ومستعجله دايما على الجواز وفضلت تتشقى من ده ليه ده لغايه ما حبت واحد ضحك عليها وطلع في مخها انها تطفش وتيجي على مصر عشان يتجوزها. فما هنش عليا انها تطفش لوحدها وخفت عليها وجيت معاها. ليه؟ هي اصغر منك؟ لا اكبر لكن عقلها اصغر. بعد ما جينا مصر اللي وعد يتجوزها بقى فص ملح وداب وفضلت من واحد لواحد وكل مره اقول لها يا بنتي وبعدها لك تقولي ده خلاص هيتجوزني وطبعا ما يحصلش لحد ما وقعت في سيزفت انور ده. يا مؤاخذة انا جيت لخبطت لك الدنيا. ولا يهمك ما هي متلخبطة جاهزة. طب انا همشي بقى تسمح تديني الخاتم والشاي. معلش اشربه انت بقى. اشربه لوحدي؟ وانا اشربه لوحدي ليه؟ اشربه بقى انا والفار. ده انت على نياتك قوي. اخت عليك كده تضحك عليا. الشاي جاهز يا فندم وتفضلي ادي العلبة. بس فاهميني هتعملي فيها ايه؟ مش عارفه. لو رجعت الخاتم لانور عمل يغضب ربنا ولو ما رجعتوش يموتني. ما ترجعيش بوليس زمان صاحبه بيدور عليه وبلغ عنه. انت عايزهم يمسكوني؟ خليها عليا ارجعه انا. ده انا روحت من غيره يموتوني. انت ما تعرفش انور. بسيطه ما ترجعيش. امال اروح فين؟ هتروحي فين؟ ما تروحي لعمتك. بعد اللي حصل ولا في حاجة. أنا مرة هربت من خالي وبعد ما تعبت ولفيت في كل حتة وحمدت رجليا رجعت له. وعمل فيك إيه؟ رنني علقة من اللي قلبك يحبها. طوعيني ارجعي وعلقة وتفوت بدل الغلب اللي أنت فيه. الأهالي مهما يزعلوا قلبهم بيرجع تاني حن. وإذا ما قبلونيش أروح فين؟ يبقى ترجعي لي هنا وأنا هخلق لك شغلة من تحت تقطيق الأرض. أيوة بس. بس إيه؟ آه الفلوس. انا هاخدك معايا في القطر وهوصي عليك الكمساري يحطك في السبنس لغايه كفر الزيات. قلت ايه بقى يا ستي؟
خايفة، خايفة لنكون بتضحك عليا وتطلع زي أنور. إن شاء الله نطص في نظرة كنت بكذب. طب أنا هستنى بقى على السلم لغاية الصبح. لا أنت هتنام هنا في السرير. اخس، ده أنت طلعت ألعن منه. لا أنت فهمتني غلط، أنت هتنامي هنا في السرير وأنا هنزل أنام في البريمو. اتفضلي يا ستي، هذه البيجامة. يلزم خدمة ثاني؟ تصبح على خير. تسمع أفندم، هات الكرسي ده هنا. كرسي؟ شوية شوية. في حاجة تانية يا فندم؟ مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ مش معقول ان في ناس في الدنيا طيبة بالشكل ده. لا طمني، فيه مغفلين في الدنيا كتير. تصبح على خير. وانت من الاهل. نعزي حاجة اندهيك. مفتاحها يا رب في وش عبيدك يا مسهل سهلها. أسي حمادة، مفيش فايدة تشغل البسبوس. والله قطعت قلبي يا حمادة. صحيح يا ما في الحبس مظاليم. أهجتها تعالي تفيدها سلمي على الوسطى مدبولي. ده يا ستي عمدتنا وزينة حتتنا. اهلا اهلا اهلا. مش تكمل المعرفه يا اخي؟ وحضرته يا ستي يبقى ال زكي، وحضرتها مدام زكي فتحيه. انا اسمي تفيده يا فتحيه. بتقول لك عاشت لسامي. عدم المؤاخذه انا فتحت عليك الدش بحسبه هو اللي نايم. معلش حصل خير؟ حماده حكى لي على كل حاجه. ما تزعليش يا بنتي، ان شاء الله تصطلحي ويا عمتك. ربنا ما يسيبش حد ابدا. البركه فيكم. يلا بينا بقى احسن نتاخر. يلا يلا اتفضلي. يلا يا اختي يلا يلا يا عم. يلا اطلعي اطلعي اركبي. ايدك معايا يا حماده، النهارده بتتشحن نادي باذن الله. يلا بينا. انا اخبار مصور يا مولاي. اخبار اخر ساعه اخر ساعه. صباح الخير يا بندم. ده مؤاخذه، ما حسبكش مركب. لا ما هو مفيش حد غريب. دي تفيده حربية؟ لا ما طلعت بريئة ولينا المحفظة. يا بخت المظلوم. وعلى فين كده؟ حوصل عند أهلها في كافي زاد. يا خسارة نهايته. مع السلامة. مع السلامة حلوة. الله يسلمك. مع السلامة. الحمد لله على السلامة. أشوف وشك بخير بقى. إيه ده؟ دول عشان ما تخشيش بإيدك فاضية على عمتك. كتر خيرك. بعتيلي جواب عشان تطمن عليكي. ضروري. السكة اتفتحت يا سي آدم. أيوه جايلك جاي. حاسبي على نفسك. مع السلامة. هما دول البرنسات اللي بيتلقحوا على حضرتك؟ هي الإنسانية انعدمت من الدنيا يا حسين أفندي. دي بنت غلبانة ومحتاجة لتوصيلة. محتاجة لتوصيلة؟ طب خش في الضغط مظبوط ولا لا؟ طيب سيدي يا سيدي على وزاويز الخط. مش فاكراني تفيدة؟ اهلا وسهلا يا 300 مرحبا. لكن انت كبرتي قوي اتدورتي. تعالي تعالي خطوة عزيزة يا 300 مرحبا. والله زمان يا تفيدة. امال فين عمي؟ انت ما تعرفي انها سابت البلد؟ سابت البلد؟ راحت فين وامتى؟ من سنتين دلوقتي يا بنتي نزلت مصر. ليه هم ما عطروش فيكو؟ طب ده انا قلت انهم لازم يكونوا لقوكو. هما كانوا بيدوروا علينا؟ بيدوروا؟ دول يا بنتي دخوا عليكوا. ده حتى بتوع السحر والقطر واللي بيشوفوا الفنجان راحوا لهم. اسمتنا كده ما تعرفيش عنوانهم فين؟
والله يا بنتي ما اعرف، لكن سمعنا انهم نزلوا في قصر كبير في مصر الجديده. قصر حته واحده وده معقول؟ ما هو اخو جوز عمتك تعيش انتي. لا ايوه، وساب له جوز عمتك البيوت والعمارات وبقت اشيته معدن. طب والنبي ما تفتكريش العنوان فين؟ والله يا بنتي علمي علمك، والله سلامات يا تفيده. انا دلوقتي بس بقى ارتاح بعد ما سلمت الخاتم للبوليس. معلوم، اهو العمل ده حينكتب لك في الحسنات. اياك يخف شويه من السيئات اللي مرصصها على الحيط في اوضتك. الله يا حمد، انا خايف عليك من يوم الحساب يا ابني. سلام عليك يا عم مدبولي. هما دول سيئات؟ دول وزويز. انا من رايي العشر اللي يخصك لما يلاقوا صاحب الخاتم تتجوز بيه بقى وتتلم. ما بتتجوزش انت ليه يا حدق؟ ما تنصح نفسك. انا مش لاقي حد يحبني. وانا مش عاوز اتجوز. ليه ماله الجواز؟ ما تاخد لك عبره من زكي، صحته بومب وباله مرتاح. وفي الموقف بيبقى باله رايق ولا متراقب وخايف يستلطف فتحيه تقفشه؟ يا عم انا حقيد نفسي ليه؟ فالتحيه الحريه. تصبحوا على خير. بدري كده؟ مالكش مزاج تتغلب لك عشرتين بدره؟ لا احسن نام منكم هنا، انا ليله امبارح ما نمتش ولا دقيقه في الحنطور وبيت صاحي. تصبحوا على خير. وانت من اهله ما تنساش تسلم لنا على السيئات. إذا تنفست أعطوا مزمرة سعيد. تعالوا نعالوا ريزا. أنت عايز على عمرك زعل. فين تفيدة؟ معرفش تفيدة فيدة. فين تفيدة؟ فين تفيدة؟ في كفر زياد عند أهلها. وظن عايز تقول خدت خاتم معاها. ما بكرتش بالكلام ده، قولي فين الخاتم. فين؟ ما هو يا خاتم يا زمرة سعيد. أهم ها؟ خاتم وديته البوليس يا رسوس يا عربية يا رسوس. البوليس هاتف. شوف انت فاتش هنا. حمادة يلا بينا. حمادة لازم نام. سبحان الله، عيني عليه باردة، عليه سرعة في النوم. اكسبريس. لقيتوها؟ لقيتوا الخاتم؟ اختك رجعت لعمتها. والخاتم؟ الخاتم السلم في البوليس. عاجبك كده؟ كويس كده. ايه العمل دلوقتي؟ ايه العمل؟ انا طلعوني من النص، انا عاوز حقي على دار ملين. اسمع يا انور، انا ما خدتش حقي. انا اسمع بعض. استنى تفيدي. تعالي هنا مقصوفة الرقبة. فين الخاتم؟ فين الخاتم يا بنت انت؟ مش ما اعرفش فين. انت بتضحك علينا؟ انت الراجل اللي فوق متفقين علينا والله على التفيده. فين الخاتم؟ في البوليس. انت كنت عارفه انه مسروق واديتوني عشرونة اروح انا افدها مش كده؟ وانا بقى لك صوت دلوقتي. فوتي قدام البيت، فوتي. مش رايحه معاكي بعد كده. ملكيش دعوه. اوعي 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 الحقوني. انا مسروقه. الحقوني. انت ايه؟ هيموتوني. هم مين دول؟ هم فين؟ احنا هنا. اللي مقيس على عمره يقرب. بنت تفيدة تعالي تعالي هنا. تفيدة دي بعينك انت وهو، محدش يقدر يمد ايده عليها. طب الراجل فيكوا يقرب. ايه ده؟ ايه ده؟ يا حمادة يا حمادة. تعالي انا هنشتشك حتة. يا ولية يا ولية يا ولية. تعالي هنا. تعالي على فين؟ حرج حرج يا حرج.
من هنا على المسرحة. يا يا عم بتقولي يا بحتة يا حماده حماده لا 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 ما تخافيش دلوقتي حماده حماده شيل قدامك شيل طلع اوضه طلع اوضه شيل هوبا حماده حماده الله حماده ايه بندق يا حماده اهدى 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 جرى يا حماده انا فين في الاوضه مكانوها وكسبنا الموقعه وتفيده هنا في امان الله وراها رجاله تفيده انا متاسفه قوي ايه اللي رجعك من عند عمتك؟ اصلي ما لقيتهاش. انت مش قلتلي لو روحتي وطردتك اجيلك وتشوفلي شغلانه؟ غلطت اللي جيت؟ مش قصدي، بس يعني يدومك فيه الخير، مره عسكر ومره حراميه. ما تزعلش انا ماشي، مش هتشوف وشي تاني بعد كده. مين هو ده؟ الله، واحنا نقدر نستغنى عن وشك السامح؟ انا اتسببت لكم في حاجات كتير قوي. شوف الاوضه بقت ازاي وحماده. لا الاوضه ده كان على كده متوضبه قوي. اما كان على حماده ما تفتكريش ان الخطه اللي جاته في عينه دي من تحت راسك انت. ابدا ده شيء من ربنا، علشان اصل عينه زايغه. شوف الصور اللي على الحيطه، حد يحب اربع بنات يا عالم؟ مفنطهم مهمشه طنطا ده منهور اسكندريه ماشي حسب شريط السكه الحديد محطات. الحمد لله اللي ما بيشتغلش على خط الصعيد، كانوا بقوا كم محطه. ايوه احسدوا فيا احسدوا، اه بكره مش حاضر اقابل. برضه هتقول نقابل يا جدع؟ استوعز امر الله. يلا بينا. على فين؟ عايزين ننام في البريمو. لا انت تخليك مطرحك، احنا ما نقدرش نسيبها تنام لوحديها احسن الجماعه دول يرجعوا. اه يلا بينا يا بنتي يلا. بس ايه؟ يلا بينا بقى يلا. تصبح على خير يا حماده. تصبح على خير. تصبح على خير يا حماده. تصبح على خير. تصبح على خير. يلا يلا يلا. تعالي بقى يا اختي تعالي، ما تخافيش من حاجه ابدا. تربس كويس يا بندق، شايفه ولا 100 راجل يقدروا يفتحوه. انا حنيمك بقى هنا نومه سلطاني، تحطي راسك في الحنطور ده تلقي الصبح. استرخي. اذا حسيتي بدربكه بالليل ولا حاجه ما تتخضيش، ده اصل زكي ساعات بيحلم بالليل وهو نايم. اصبح على خير. انت من اخر ان عشتي اي حاجه بالليل بس انده ارد عليك على طول. اصبحي على خير. وانت من اخر زكي فتحيه، اوعوا تعملوا زيطه لحسن عندنا الضيوف، خلي عندكم ذوق. اه تفيدة. نعم. خد يا اختي المخدة دي. كتر خير. تفيدة. نعم. خد الملاية دي تتغطبها لحسن الدنيا بتسقع اخر الليل. كتر خيركم. تصبح على خير. وانتم من اهل. تفيدة. تفيدة. نعم. خد البيجامة بتاعتك اهي. تصدع على خير. وانت من اهله. انا بستناك والنبي يا جميل تبعت نظره. ده انا ليا زمان والشوق تعبان، يحييني الليله بلاش بكره وبلاش بكره. والله والله بقالي زمان، والله 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 يا حلو زمان، والله
سافرت بلاد ورحت بلاد دورت عليك خطوة بخطوة عشقت كتير وشفت كتير ملقتش جمال غيرك يسوى والله والله بقالي زمان والله 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 يا حلو زمان والله وحشني على خدودك وشفايفي وحشتها وحشتها ديكي وحشتها والغصن وحشني على عودك ودموعي وحشتها وحشتها عنيكي والله والله بقالي زمان والله 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 يا حلو زمان والله مش راضي ليه تحب وتختار ليه قولي يا قلبي قولي ليه محتار ليه مش راضي ليه تحب وتختار ليه خلانا كدب نمشي لعين يكونش ليا حبيب تاني طب هو مين واجيبه منين ايه اللي غير وجداني خلانا كدب نمشي لعين يكونش ليا حبيب تاني طب هو فين وطريقه منين والله والله بقالي زمان والله 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 يا حلو زمان والله حبيبة اللي ببالي يا ما اشتريت حب ليالي وانت اللي كان حبك غالي احبك حب خلاني وهبت الروح لحرمانك وعهدك لو يكون ليا امل يوهب لي وجدانك رموش العين ليله فرحي ايدهم شمعي علشانك هي حياة قلبي هي هو حبيب روحي هو
الزمان يا اغلى من روحي بزمان والله 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 يا حلو زمان يا زكي. ده انت صحيتني من احلى نومة. كنت بحلم حلم. تعرف تفسره ولا ما تعرفش؟ يا ربي يا هادي. بندق. بندق. قوم بقى قوم. قوم قوم يا اخوات. ساعة بقى الستة وخمسة حتى هي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مشاحل يا رب يا حمد على ايه يا ميسر على عبيدك يا رب مشاحل الامور يا رب الله انت سرحت على فين يا زكي ده ايه ده صباح الخير يا عم مدبولي صباح الخير انت امتى اتعلمت تحضري العربيه لما كنت في بلدنا اصل صحيت بدري قلت اتسلى تقومي تتعبي روحك التعب ده كله يعني انا عملت ايه يا سلام ده انا على بال ما بحضر العربيه بكون عرقت ونهجت ونفسي اتقطع الهي يريح قلبك يا بنتي عشت يلا اتفضل الفطور ايه الفطور لا ده احنا مش واخدين على عزنا كله يا حمادة حمادة سلام الحق انزل الصفرة جاهزة بتقول ايه الصفرة يا بني ادم من امتى الكرم ده كله ده كرم الوش السمح ده ومش بس كده صحيت من الصبح لقيت العربية متحضرة على سنجة عشرة عاد يعني لقيت لك مساعد انا من هنا ورايح اسميها نص تفيدة بقى صباح الخير يا تفيدة صباح النور فضل معانا بسم الله ايه ده ايه ده الفطار يا بني ادم معذور اصله رد شوارع بس لمؤاخدة يعني هتخسري اخلاقنا ده انا بحاول ارد الجميل ايه اللي خرج دلوقتي انت مش هتزرع بالجرايد ويا النهارده بحبح ده انا تعبت امبارح في المعركه قوي انت كمان حقك تستريح عشان عينك مزرقه ما اقدرش عندي مواعيد سميره مستناني في اسكندريه وما اقدرش اسيبها ملطوعه صعبانه عليك شطعتها ومش صعبانه عليك مصيبتها لما تعرف انك بتحب عليها ثلاثه وهتعرف ازاي هي في اسكندريه والتانيين كل واحده في بلد ما هي دي الحدائق مش ممكن ابدا يقابلوا بعض وبينا بقى لحسن الوقت اسف كلامك يعني ولا مؤاخذه مش عاجبني ليه في ايه خليك بعافيه راجعين الساعة كام؟ بالليل بقى وعليك خير. اتصدق. ده مش عايزين نعمل لكم عشاء كده إذا كان الفطور عجبكم يعني. يا سلام ده إحنا ناس لازم ربنا رضي علينا وهيبقى لنا بيت. كل حي يطلع واحدة بعشرة. بس خلي بالك أنا أموت في الكرم. اتفضلي. وأنت يا سي حمادة بتحب إيه؟ أنا أموت في الأرانب. الله لما يبقى عليهم شوية ملوخية خضرة. من عينيا. Thank you.
يا اخي حيلك نازل شرب شرب بعدين تسهل. ما هي حاجه تعمر المخ. تسلم ايديكي يا سلام، ده انت عليكي اصحه ملوخيه. الهنا والشف الله يهنيكي. وانت يا حماده مش بتاكل ليه؟ لازم الاكل مش عاجبك. اصل متغدي حمام مشوي على البحر في اسكندريه. على الوجه الحسن. عليك نور. قابلت سميره؟ ايوه. ما تفضونا من السيراري بقى وخلينا في الوجه السامح ده. هتعمل لنا ايه بكره؟ اللي يعجبكم. نفسكوا في ايه؟ انا نفسي تعمل لنا حاجه تصد نفس حماده عن الشقاوه وعلى قله الذمه مع البنات. سلام يا حلو، لو سميره قفشتك وعرفت ان سي حماده اللي من اعيان كايرو عطشني. اطمن مش هتعرف. ايوه بس الدنيا ملهاش امان يا سي حماده. خليك انت في الملوخيه. الله. ايه الحمد لله. ايه في حاجه؟ ايه البوكل اللي انت عاملاها في شعرك دي؟ وحشه. شكلك يضحك قوي. عن اذنكم بقى احسن الحمام كبس على معدتي. خيرك يا فتيه. عجبتك؟ تسلم ايديك. انا لبست لك كل حاجه في الادراج هنا وحطيت لك هدوم كل يوم هنا، وهدومك الوسخه بحطها لي هنا. في حاجه كمان؟ الله، امال فين الصور؟ صور؟ ايوه انا خبيتهم هنا في الدرك. اكلي خفت حد يخش كده يلاقوهم مرصوصين يقوم يحسدك. لا ما تاخديش بالك، انا المره دي هحطهم فوق السرير عشان يونسوني. يونسوك يا ابويا؟ انا كنت راجل ما كنتش هتونس بيهم ابدا، بالعكس كنت اتخض. ازاي يعني؟ لما اخذ شكلهم مش ولا بد. دول حلوين قوي. مساكين ذنبهم في رقبتك يا عيني. زمان كل واحده دلوقتي قلبها متشعلق فيك ومتهيأ لها انك هتتجوزها. لا اطمني، عندي الجواز وبفرمل. انا مجنونه ضايع حريتي بايدي. وبتخرج معاهم ليه لما انت كده؟ تسالي. حد يتسلى بقلوب الناس؟ لا ده انت على نياتك قوي. الناس مصيبتهم انهم يزهقوا، فعلشان يضيعوا وقتهم بيعملوا ايه؟ بيحبوا. اهو مثلا عندك البنت اللي في اسكندريه سميره صاحبتي، اهلها ناس اغنيه جدا، فعشان تضيع وقتها بتعمل ايه؟ بتحبني. ده كلام فارغ. اللي بتحب تتمنى تفدي حبيبها بروحها. ده الكلام ده اللي في الروايات، انما في الحياه الحب ما هو الا فسح وحمام مشوي. اظن مش عاجبك الكلام ده. ربنا يهديك تصبح على خير. انت على نيادك قوي. متشكر على الاوضه قوي. فسح وحمام مشوي بقى ده اسمه كلام يا زكي؟ بقى انت تقدر تعيش من غير فتحية؟ لكن هو ما عندوش قلب. لو كان عنده قلب ما كانش يتسلى بقلوب الناس، كان اخد باله من البكلة. لكن معلش يا زكي، هو عنده قلب لكن قلب مش خالي، مشغول بغيري. يمكن لو كان خالي كان باشا. عطشكي؟ اذا ما كنتيش مصدقاني اخطفي رجلك لحد المحطة عشان تتأكدي. بصي كويس في البابور اللي يوصل كل يوم اسكندرية الساعة 11، هتلاقي خبتك التقيلة نازلة من القطر بالعفريتة وفحمها وشحمها. احنا كويسين النهارده، وصلنا في الميعاد.
فول عليك يا حسين افندي، انا كنت خايف اتاخر على سميره. يا خوفي لا تكون لضمت مع هالفوت غيرك. هالفوت ده اسره دي يا حسين افندي، ده لو تاخرت عليها النهارده كان مش بعيد انها تنتحر. روميو خي، ما اسكندريه شطابت ما فيهاش صبيان سواقين زي حضرتك. حماده بيه افندي، هي دي مصانع فطال اللي بتلغمطك شحم؟ سميره اخص عليك قليل الادب. هتنتحر لو اتاخرت عليها النهارده، انتحر انت بقى. اسرب البنت. سلام يا اخي، حتى بنات الكوتشينه اللي بخت وياهم. وانا ذنبي ايه؟ البنات بيموتوا في الحدائق. الحمد لله على السلامه يا سحامات. الله يسلمك. كمان بنت، كمان بصرب البنت. لا مؤاخذه، انا اصلي لقيت الصوره دي مقطعه، قلت يمكن حصل غلط ولا حاجه. الله، دي سميره، ايه اللي عامل فيها كده؟ اصل اتخانقت معاها في اسكندريه. ليه لا سمح الله؟ ضربتها قلمين وقلت لها على امك. احسن يا اخي عقبال الباقي، او النهارده بس تعجبني. لكن ايه اللي جرى ده؟ انت كنت ميت صبابه. عرفت ان انا على فضل الكريم فاتخانقت معي. يعني كانت بتحبك عشان فلوسك، يبقى ده اسمه حب؟ قليل والنبي قليل. يا ترى مين اللي كشفك ووقع بينكم؟ البايخ اللي وقع ما تفتكريش اني مش عارفه، انا عارفه ومرقد له وحنتقم منه. مين هو؟ عارفين مين هو؟ حسين السواق ابو فواكه، هو الوحيد اللي عارف عنوانها في اسكندريه. هي فواكه بنت السواق؟ ايوه. اخس، ومش مكسوف تعاكس بنت رئيسك؟ قوليله. وانا مالي، هي اللي بتحبني زي ما سميره كانت بتحبك. لا دي حاجه تانية، دي بنت لطيفه ورقيقه. عارفين عشان تبعت لي الجوابات بتبعتها فين؟ بتبعتها لي في طربوش ابوها. كمان في طربوش ابوها. ما هي دي الحدائق، ما هي دي البجاحه. تعرف يا تفيد انا نفسي في ايه؟ اؤمر يعني مدبول. نفسي حسين افندي يعرف، علشان الحكايه مش ترسي على قلمين زي بتوع محطه اسكندريه. ما بلاش فواكه دي بدل ما ابوها صعب كده. يا اخي مهمشه فين وجننت الاسماك فين؟ انا عامل ترتيبي، يبقى ابوها قاعد في البيت بياكل وانا وفواكه بنحلي. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، اللي هواك هواه واللي ينساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هواه وافضل مرعي، وافضل مرعي، واللي ينساك انساه ولا تسأل فيه، ولا تسأل فيه. اللي هواك هواه وافضل مرعي، وافضل مرعي، واللي ينساك انساه ولا تسأل فيه، ولا تسأل فيه. انا وانت يا قلبي ياما ياما مر علينا وفات، فيها ايه لو فاتت ساعة واحنا قدامنا ساعات. سيبك يا قلبي كفاية عذاب، وكفاية ظلمي من الأحباب. سيبك يا قلبي كفاية عذاب، وكفاية ظلمي من الأحباب. جدد هواك وانسى شقاك، واحبس بكاك وارحم عينيك. مهما شكيت
ولا بكيت هتلاقي مين نبكي عليك ابكي عليك اللي يهواك هواك واللي ينساك انساك اللي يهواك هواك واللي ينساك انساك انساه يا قلبي يا قلبي روق وارتاح والدنيا تروح والدنيا تروح وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق في بلاد الشوق يا قلبي روق وارتاح والدنيا تروح والدنيا تروح وتعالى نروح سواح في بلاد الشوق في بلاد الشوق ومسيرنا هناك حنصادق اللي احنا بنتمناه ونسيب للعمر صحايب على قد نصيبنا معاه وان شفت مال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم وان شفت مال عن حبك يوم قبل الدموع ما تحوش النوم جدد هواك وانسى شقاك واحبس بكاك وارحم عينيك مهما شكيت ولا بكيت هتلاقي مين يبكي عليك يبكي عليك اللي يهواك هواك واللي ينساك انساك اللي يهواك هواك واللي ينساك انساك اللي يهواك هواك واللي ينساك انساه اللي يهواك هواك واللي ينساك انساه انساه يا قلبي حاضر يا حسين افندي انت مش هترجع للطربوش بالليل تنظف بالنهار تنظف لحد ما نحلت وبره فهمني ايه حكايتك بس زاد تعتني يا حسين افندي اصل مقامك كبير متشكر بس حل عنه حاضر حسين افندي تليفون عشانك تليفون؟ اي طيب عن اذنك تحسين افندي انا واحدة بتحبك يا تحسين افندي بشوفك كل يوم وانت طالع اسكندرية واشوفك وانت راجع من اسكندرية واقعد اشاور لك واقول هياخد باله ولا انت هنا يا تحسين افندي واقعد ابص لك وانت رايح وانت جاي لكن انت قلبك قاسي قوي يا حسين افندي واضحك لك كمان قاعده من نظري ما خدت بالي انا خدام السياده استهانم انا قلبي رهيف قوي طب تقابلني الساعه 4 في جنينه الاسماك ده انا قابلك وقابل ابوك كمان يا جميل يا ميت لطافه نتغدى سوا بكره تحب الفسيخ حاضر هجيب معايا اكل الفسيخ ايوه 4 بالظبط مع السلامة يا حسين افندي اوعى تتأخر بالمسي يوسف أحمد
ده عمل حدة فصل فيها في اسكندرية، لكن ده كله يخلص من جلد الطربوش. انا متهيألي وانا باخد منها جوابك ان احطوا لي يا بودره العفريت يا اي حاجه تقرصك. والله عالي يا شحمان. حسن افندي اخلص يا ادم، اسكتي يا مستهتر. انا اصلا هخرب، انا هوريك، انا هخرب بيتك. انا اصلا هتغلي عليا يا ادم. اسمعني بس يا شباب. اه يا عيني، اه يا دماغ ما تتحركش. الله يخرب بيتك يا حسين افندي. معلش يا شحماده ما تزعلش، ما هو انت اللي غلطان. يوم يزرعني كده في حوض السمك، دي اصول، دي اخلاق. ده عايز تخرج مع بنته غصب عنه وما يعملش فيك كده. خلاص مش هعرف اقبلها تاني، باظت الشغله. تعرف انا لو منك اعمل ايه؟ اقطع الصوره لحسن يجي مره يهجم يلاقي الصوره يروح رميك من الشباك. انت مستغني عن عمره؟ لا لا لا، قطعيها. عوضنا على الله. انا عارف ايه اللي خلاه يجي الجنينه النهارده، دي حاجه مش طبيعيه ابدا. اه لا وقفش اللي كان السبب. هيكون مين يعني؟ دي عينه صابتك. انا لو منك ارمي دول كمان بالمره واستريح. والله عال وقال بيعه كده، خلي شغل القلب ما يسعش اتنين. انت اصلك عيله وما تفهميش في الحاجات دي. هاتيلي 10 انا احبهم. يبقى انت بقى الغشيم وما تعرفش يعني ايه الحب. اللي بتعمله ده رمرامه مش حب. عارف لو حب ما كنتش تنام، كنت تغمض تلاقي اللي بتحبه قدامك، تفتح تلاقيه برضه قدامك. الحب بيسهر ويخلي الواحد قاعد طول الليل دمعته على خده ويفكر. مش انت اللي بتصحى كل يوم بدش ميه بارد على دماغك. طب ايه رايك لو اجرب اللي بتقوليه ده في بتاع طنطا؟ انا هكتفي بيها، ولو نومي قل وصحتي اتاخرت ابقى بحبها. بس يعني ما هي الشكل حلو قوي عشان ينحب. وايه بقى اللي مش عاجبك في شكلها؟ هي كده كلها على بعضها، عينيها زي عينين الثعلب، وضحكتها كلها خبز، ومناخيرها مش ممكن واحدة تكون أخلاقها كويسة ومناخيرها وحشة بالشكل ده. غريبة، مش شايف ولا حاجة فيها من اللي بتقولي عليه. هو أنت بتشوف؟ تركي أصلك مدب وعلى نياتك. أي حاسبي على عيني. الله يخرب بيتك يا حسين أفندي. أنت بتصفر للبنات على طول الخط، وده شيء يسيء إلى سمعة المصلحة. بناء عليه تقرر خصم 15 يوم من مرتبك ونقلك من خط اسكندرية إلى خط الزيتون. خط الزيتون؟ أيوة. ويؤسفني اقول لك اي شكوى جديده رفض على طول، مفهوم؟ اتفضل. 15 يوم خط ومش كده بس، ونقل على خط زيتون. معلش يا حماده، اجر وعافيه يا اخوي. ادي اخره الافتراء، يا ما نصحنا وقلنا نبطل زواغان العين. يا سلام عليك يا اسطى مدبولي، انت رايق قوي. يعني هنعمل لك ايه؟ تفكروا معايا، انا في واحد متقصدني وناوي يخرب بيتي بعد الشهر ليه لا سمح الله. ما هي دي حاجه مش طبيعي ابدا. البيت بتاعت اسكندريه، وقلنا لوسط حسين هو اللي فاتن. طب مين اللي فاتن لوسط حسين وخلاه يجي لي في الجنينه؟ يمكن واحده من الاربعه. يا سلام على نبهتك انت كمان. انت هتكسر دماغنا ليه؟ استوعظ وبطل دناوه واحمد ربنا اللي جت على 15 يوم خصم وما ترفدتش. هو كان جايز يترفد ما دام خسر سمعه المصلحه. والخصم ده له تأثير يضر في حاجة؟ طبعا، مش نقطة سودة في الدوسيه، وضرورة هتأخرني عن الترقية. نهايته تصبحوا على خير. على فين؟ رايح اتمشى شوية. اجي معاك اونسك؟ لا انا عاوز امشي لوحدي. يلا مدبولي. يلا يا اخويا بينا. يلا تصبح على خير يا تفيدة. تصبح على خير. انتوا من اهل ايه؟ انت زعلانة؟ هلا مش عيش وملح. قلبك فيه الخير يا بنتي. معليش تتعادل يا تفيد. علي. ايوه يا فندم. تنجل يوم سامي. علي واحدة وعلي. ايه اللي مسهرك دلوقتي؟ قلت ما جانيش نوم، قلت استنى لما اطمن عليك واشوفك طالع اوضتك. قلبك فيه الخير، قومي نامي بقى. انت لسه زعلان؟ لا ولا يهمك، دي مساله ما تهمش ابدا.
بقيت ال 15 يوم دول كانوا انخصموا من عمري. يا سلام، قد كده قلبك عليا؟ امال هيكون قلبي على مين يعني؟ انا ما عنديش 4 معلقة هم على الحيطه. انا كل اللي يهمني ان ربنا يساعدك ما يحصل لكش زي اللي حصل ده، عشان انت راجل طيب وقلبك كويس. يا سلام، انت زعلانه اكتر مني. طيب بتعيطي ليه دلوقتي؟ حاسه ان انا السبب في كل اللي جرى لك. ساعه ما جيت لك والمصايب كلها بتتحدف عليك. بالعكس، انت من اول ما جيتي وانت نورت الدنيا حوالينا. صحيح صحيح، ما تعيطيش، امسحي دموعك. الله، ايه ده؟ دي انتي دي ورقه قطعتيها من نوته مش كده؟ اه يا خينا قلت الاصل، وبتستغرب انك من اول ما جيتي وانت كربيست الدنيا فوق دماغي. اقلام في اسكندريه وعلقه في جنينه الاسماك وبتعيطي ولا كانك عارفه حاجه. اعمل فيك ايه؟ اموتك؟ اقتلك؟ ايه الزعيق ده كله؟ الحكايه يا حماده هتام طينه. تعالي معايا، تعرفوا مين اللي بدن وعمل الدربكه دي كلها؟ مين؟ ست تفيده بالشرف. اما حته مهره عفارم يا تفيده. عفارم ده ما توبخ على اللي عملته؟ اللي عملته عشان مصلحتك. تقوم توديني في داهية كده؟ يعني حق عليا اللي استخسرتك في قلة الأدب والمشي اللي مش كويس. الله، أنت مالك؟ أنت مالي؟ أنت وليت أمري؟ دي الطريقة اللي ترد بيها جميل ولا ده جزات اللي لميتك؟ الله، اختيش يا حمادة. عيب يا حمادة. مش دي الحقيقة؟ ما تزعلش يا سي حمادة، أنا ماشية ومش هتشوف وشي أبداً. مع السلامة، تريحينا. الله، لا لحد هنا والجم حدك. الله، بتطردها من بيتي يا أخي، من بيتي. يعني سكتنا له دخل بحماره. خلاص يبقى أنا أسيب لكم الحتة كلها. مع السلامة يا أخي، أنت حر. هتجنن. اللهم أخزيك يا شيطان. معليش يا بنتي، معليش معليش، ما تزعليش. هو قلبه ابيض، هو بس يبعبع كده، لكن الصبح يكون رايق وكل حاجه تتنسي. لا يا عم، ما تقولي انا همشي، انا مش ممكن اكون السبب في الزعل بينكم ابدا. مفيش زعل ولا حاجه، والله مفيش زعل ولا حاجه، اصل احنا ناس قلوبنا صافيه. تعرفي العربخانه دي ايه؟ احنا نسيبها قبل ما تسيبيها انت. بقى احنا ما صدقنا اللي بقالنا بيت وعيله، لو اختي زيك ترعانا وتاخد بالها منا تقومي تسيبينا. تعالي تعالي. يلا يا بنتي، يلا يلا، نامي يا بنتي، وصباح صباح. يلا كل يوم. يا ريتك تقدري تقولي له ان انا مسامحاه من قلبي، وبدعي له ان ربنا يوفقه في كل خطوه. مش عاوز ترد عليا؟ عندك حق، انا عرفت ان انا كنت سئيل وبايخ وقليل الادب. سامحيني، انا ما نمتش ولا دقيقه وعرفت قد ايه انت غاليه عندي. مش مصدقاني؟ طب ان شاء الله انتصف نظر اذا كنت بكتب. وعشان يا ستي تصدقيني، تعالي معايا في الاوضه وقطعي كل الصور من هنا ورايح. مش هيفضل اي صوره في اوضتي الا صورتك. تفيده، رد عليا. تفيده تفيده
الله تفيدة تفيدة يا بندق مدولة يا مدولة ايه ايه مشروع كده ليه؟ تفيدة ما جاتش عندكم؟ الله مش تحت؟ لا مش موجودة لازم هربت الله تفيدة والله عملتها ومشي ما هو كله من اللي سألك وهي ابوكم مش وقت العتاب تعال ندور عليه عشان يكون عمل في نفسها حاجه افتح الباب يا بندق افتح الباب زق قدامي زق يلا مين عارف بقى جرى لها ايه على الله ما تكونش عملت في نفسها حاجه خليه بس فيها ايه يعني لو الواحد يمسك لسانه ايه ربنا يستر التفيل ده ازيك يا مدام مريكة ما تعرفيش اختي راحت فين انت مش عارف الاخت بتاعك مش هنا هي بسافره سافرت فين راحت اسكندريه حتى في واحده ست قعدت بعد ما هي مشت وطتني الادرس بتاعها اميتك قريبتك مش عارف اللي في مصر الجديده مش عارف يمكن حتى مسكينه هي بتعب كتير قوي تدور 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 عليكي لازم تروحي لها من المالوف طيب والنبي اديني العنوان حاضر بيت الست لطيفة ده من فضلك ايوه يا فندم يلزم خدمة الست موجودة ايوه يا فندم اتفضلت يا فندم من فضلك لطيفة هانم موجودة ايوه موجودة يا فندم يقول له مين قول لها تفيد حاضر يا فندم زكي ازيك الله مالك يا فتحيه مالكيش نفس مش عاجبك الحال معاكي حق اللي كانت بتشوف خاطرك راحت مشيت خلاص يا خساره ايه صباح الخير يا مدبولي الله انت هنا صباح الخير يا اخويا عندك شويه شاي ما قفلنا البوفيه خلاص حد له نفس يشرب شاي من نهار تفيدة ما مشيت وتقلل المزاج يا خسارة الله يجازي اللي كان السبب يا الله يا زكي يا الله فتحية صباح الخير صباح النور يا عمي ازيك يا بنتي دلوقتي لا ده انت الحمد لله عال قوي قوي البركة فيكم انا لو كنت عارفه انكم هتسامحوني كنت رجعت من زمان هو يا بنتي الضفر يطلع من اللحم كنت تعالي شوفي فرحتنا لما البوليس عرف طريق البيت ولما روحت انا ولقيت الباب مقفول حطيت ايدي على قلبي وقعدت اقول يا ترى راحوا فين يا ترى عاملين ايه يا ترى عايشين ازاي كنا عايشين في غلب مرتحتش غير في الكام يوم الاخرانيين فين يا بنتي عند ناس طيبين مين؟ عيلة واحد اسمه زكي وواحدة اسمها فتحية لكن اتضايقوا مني في الآخر وطردوني كان متهيألي ان انا مش هون عليهم لكن هنت خالص عارف لو حب ما كنتش تنام الحب بيسهر
ويخلي الواحد طول الليل دمعته على خده وقاعد يفكر. ايه رايك يا سيد مجدي؟ مش لايقين لبعض؟ لايقين لبعض قوي. تجيز نجوزهم؟ والله انا اكون سعيد، بس لازم رايها هي الاول، مش انا اللي هتجوزه يا اخي. انا من ساعه ما عينيكي جم في عينيا مانيش شايف قدامي الا امال جميله، كل حاجه في نظري لونها بنفسجي. يا ده لون وحش قوي، انا ما اكرهش بحياتي قد اللون ده. قصدي بنفسجي فاتح، يعني برتقاني على فستقي على قرنفل، مانيش شايف الا قرنفل. وانتي شايفه ايه؟ انا شايفه بابور سكه حديد بيسفر في 4 محطات، وانا واقف مستنيك في محطه منهم. وبعدين في السرحان ده يا زي حماده؟ لا مؤاخذه بسمع، انت ما تجننيش وياك. ان كان عقلك ماء الصوى انا مستعد ادمس لك راسك في الفرن وعقلك. وبعد تفيدة كنت فين طول المدة دي؟ رجعت لعمتي. وهنا عليك تسيب العربخانة وأهل العربخانة، هم اللي فاتوني. سامحيهم، ما كانوش عارفين قد إيه بيحبوكي، ومن هنا ورايح مش هيفرق بينا إلا الموت. تفيدة تقبلي تتجوزيني؟ تفيدة قولي لي عنوان عمتك فينا عشان أخطبك. لا، إن كان على عمتي أول ما هتعرف إن أنا راضية هي هترضى. هتقول لها؟ أول ما أرجع هقول لها على طول. يا سلام، قد ايه هيفرح مدبولي وبندق لما يعرفوا ان انا قابلتك. حمادة. ايوه تفيدة، انا مستنيكي، ما تغبيش. مع السلامة. انت جرى العقلك ايه يا بنتي؟ مساعد سواق في السكة الحديد؟ دي الدكاترة والمحامين بيترموا تحت رجليكي، تقومي عايزة تتجوزي لواحد عطش جه؟ الدكاترة والمحامين لو كانوا شافوني وانا فقيرة ما كانش حد منهم بصلي، ده لولا انا كنت مت من الجوع ما كنتش لقيت حتة بات فيها. وانا هخبي عليك ليه يا عمتي؟ انا بحب. بتحبيه؟ ايوه. طيب ما يجي هنا نشوفه. يا خبر، ده لو جه وشافنا عايشين العيشة دي مستحيل يرضى يتجوزني. انا عايزاه يتجوزني على فقري، عايزاه يحس انه لما يسكنني في اوضه اللي فوق السطوح اكنه رقاني سكنني في الجنة. يا ندمتي، انتي تسكني في اوضه فوق السطوح؟ ما انا سكنت فيها قبل كده وكانت اسعد ايام حياتي. والاوضه دي فين؟ في غمره في شارع شوقي. وانتي هتقابليه دلوقتي؟ بعد اذنك يا عمتي. طيب يا بنتي، ما دام ده يسعدك هقول ايه؟ عن ايه؟ اتفضلي. مجدي مجدي مجدي، انا عشان خاطرك انت بس خليت حماده يقعد في البريمو. ده احنا كنا مقاطعينه، لكن الحمد لله المايه رجعت لمجاريها. وما دام الحكايه كده بقى وعمتك وافقت، ما خير البر عاجله بقى. تمام، واهو الشهود موجودين والمأذون عليا انا ابن عمتي، مش هيكلفنا الا ابيض ولا اسود. والزف عليا هيجونا 100 حنطور نقوط. الله، طب ما دام الحكايه مسهله كده ما يلا بينا. بس اروح اودع عمتي واجيب هدومي. نوصلك كلنا؟ لا، ده مشوار كبير قوي على زكي وفتحيه. انتوا تودوني للمترو وترجعوا انتوا توضبوا كل حاجه. طيب طب يلا بينا كده يا اسطى، لفه كده نزهه العريسين. حاضر يا سعاده البيه.
حصلت لها البركة. اتفضلي اتفضلي يا ألف أهلا وسهلا. نجيب خروب ولا كزوزة؟ كتر خيرك يا ابني، ما فيش لزوم يا حبيبي. اتفضلي اتفضلي. يا أهلا وسهلا. اتفضلي، لا مؤاخذة الأوضة مكركبة. اتفضلي يا بندق، سطل خروب متلج قايم عشان عندنا ضيوف. هوا عريس، ما تنساش تبعت البدلة تكوي إلا الوقت أزف. يا ألف أهلا وسهلا، ده أنت نورت المطر، أنت سبقت الفضل. أنا كنت ناوي أجي أزوركم لكن لما مؤاخذة كده إحنا دلوقتي آخر الشهر وما حبيتش أجي أول مرة، إيدي فاضية. تحب تشرب القهوة مظبوط ولا زيادة؟ لا 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 يا ابني مفيش داعي، أنا بس جاي علشان أكلمك كلمتين. أيوة أنا عارفها كده من الحداقة. حضرتك عاوزة تكلمي في حكاية المهر. بقى يا ستي مسألة المهر، أنا صحيح مش محوش، لكن المرء بإخوانه.
انا عندي واحد صاحبي اسمه بندق هيجيب لي 30 جنيه من خالته، والاسطى مدبولي هيجيب لي اللي محوشهم في البوست، دول اعتبريهم في جيبي. كل ده كلام كويس بس عارف عارف هتقول الاوضه هتتفرش قدح فرش، حتى الراديو فيه واحد صاحبي هيجيبه لي بالتقسيط، ناقص حاجه تانية؟ ايوه يا ابني ناقص ان تفيده تكون مرتاحه. امال انا بعمل ده كله عشان ايه؟ وتفتكر ان ده كفايه؟ لا ده انت مستقله بيا قوي، ده انا مهيتي مع العلاوه بتحصل 15 جنيه. وهيعملوا ايه يا ابني ال 15 جنيه؟ ده الطباخ اللي عندنا بيقبضه. الطباخ؟ قصدك ايه؟ لا مؤاخذه اللي بقول لك الكلام ده، بس عايزه افهمك. ال 15 جنيه دول كفايه علشان واحده مسكينه ما عندهاش حاجه ابدا. لكن تفيده؟ مالها تفيده؟ معذور، اصلا ما قالتلكش على حاجه ابدا. جوزي راجل غني وخبت عنك الحقيقة علشان بتحبك، لكن أنا ما أقدرش أسيبها أبدا تضيع مستقبلها بالشكل ده. تضيع مستقبلها عشان هتتجوزني؟ أيوة، علشان هتحرمها من العز اللي هي عايشة فيه دلوقت، هتحرمها من السرايا علشان تسكنها في الأوضة دي. الأوضة دي عاشت فيها قبل ما تلاقيكي. تفيدة حبتني وأنا بسيط وأنا عطشجي، وإذا كانت لقيتك ولقيت العز لكن قلبها فضل في الأوضة دي وما راحش وراها في السرايا. تفتكر يا ابني قلبها هيفضل في الأوضة دي لإمتى؟ شهر اتنين تلاتة سنة، وبعدين هتتعب وتتعبك معاها. ليه يا ابني تجني عليها؟ اذا كنت بتحبها صحيح ابعد عن طريقها، وهي يا ابني بنات الناس كتير، وانا مستعده اساعدك. مش محتاجه الحمد لله، مدام دراعي موجود واقدر اكل عيشي بعرق جبيني، وتفيده بتحبني هي اللي هتكون مراتي وهتعيش معايا ب 15 جنيه واقل. اتفضلي. فكر يا ابني في اللي قلته لك، وعلى كل حال ده في مصلحتك ومصلحتها، وربنا يهديك. مع السلامة. يا بندق سابكوا الخروب. اسمعي 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 انتي اسمعي. يا بنتي يعني هي الدنيا طارت؟ أطول بالي على إيه؟ لا هو هيغير فكره ولا أنا هغير فكري. بس يا بنتي خايفة لحسن تندمي. أنا متأكدة إن أنا عايز سعيدة، وبكرة هفكرك. وحياتك يا عمتي، وبقولي أنت لعمي عشان أنا مش متجرأة أكلمه. طيب يا بنتي بس خدي بالك من نفسك، وبقي تعالي زورينا علشان نطمن عليك. طبعا يا عمتي، هو أنا هنسى جميلكم أبدا. خدي يا عمتي. أخدي كتر خيرك، أشوف وشك بخير. كده يا بنتي خارجه من غير هدوم ولا حاجه؟ هو مش عايزني الا كده. انت لازم تتنقل المستشفى حالا، رجلك لازم تتجبس. وهقعد في المستشفى كتير يا دكتور، يمكن شهرين يمكن ثلاثه يمكن سته. وبعد كده يا دكتور رجله ترجع لاصلها؟ جايز ايوه جايز لا، النتيجه تظهر بعد العمليه. انا مش عاوز اخبي عنك ان اصابتك خطيره عشان ما تهملش العلاج. وده معقول يا دكتور؟ بالشفاء ان شاء الله. على المستشفى حالا. كتر خيرك يا دكتور، ربنا يجعل في ايدك الشفاء. مفيش داعي بقى ان المأذون يشرف. قول لي يا بندق يأجلها. ليه يا اخي؟ نكتب الكتاب وبعد كده ربنا يفرجها. بكره تخف ان شاء الله وتبقى عالي. نكتب الكتاب. انت ما سمعتش الدكتور قال ايه؟ يمكن اطلع من المستشفى عاجز، وطبعا في الحاله دي هترفد. هبأكلها منين؟ هعيشها ازاي؟ عمتها عندها حق. الفقير مش لازم يتجوز بنات الناس عشان يتعسهم ويفقرهم معاه. مدبولي بندق. ايوه انزل فاهم مدبولي اوعوا جيبوا سيره. طب وانت هتعمل ايه؟ انا هبقى اتصرف معاه. طيب كتر خيرك يا فتحيه، ما كنتيش العيش والملح، عرفتي تحافظي عليه في غيابي. من هنا ورايح مش هنفترق عن بعض ابدا. تفيده ما شفتيش مدبولة يا تفيدة؟ لا فين حمادة؟ فوق بيستناك. تفيدة حبيبتي اتحقق الحلم ورجعت للجنة اللي انطردت منه. دلوقتي بقت الأوضة دي ليا أنا لوحدي، لا أنت ولا أقعد منك هيقدر يطردني منها. من هنا ورايح أنا اللي هصحيك كل يوم الصبح
حاجة أقول لك. اصحى يا حمادة يا جوزي. وزورتي أنا بس اللي هتبقى هنا، فاهم؟ وحمادة هيكون لي أنا لوحدي. هستناك كل يوم لما يكون عندك شغل بالليل، وأقعد أفكر فيك وأرفي لك شرباتك وأقول يا ترى دلوقتي بيصفر ولا بطل. أنت سرحان زيي؟ أيوة. شفت نفسي انا وانتي قاعدين في فيلا، في اوضه بتبص على جنينه مش على حبال الغسيل، وعندنا سواق بيلففنا البلد ليل ونهار، وطباخ بياكلنا فراخ وحمام. ايه الهلوسه دي؟ احنا كويسين كده وربنا سترها. هلوسه ايه؟ هي عمتك هيخلصها تسيبنا هنا؟ ضروري هتاخدنا معاها في الفيلا وتطلعني من الشغل وهتديني ما هي كمان. مين قالك ان عمتي غنيه؟ العصفوره ما تهزرش. امتى عرفت؟ بعد ما هربت من هنا بكام يوم عرفت، فندمت وقعدت ادور عليكي لحد ما قابلتني في المترو. ده انا لما شفتك كنت هطير من الفرح. عمتي لما عرفت ان انا هتجوزك طردتني وفهمت الخدامين ما يدخلونيش تاني. زعلتيني يا شيخه. زعلتك ليه؟ هو احنا محتاجين لها؟ مش محتاجين لها ازاي؟ هو احنا من غير عمتك نقدر نتجوز؟ عماده ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني ما كانتش غنية؟ تفهم بقك يا شيخة. بقى الحب اللي ظهر عليك فجأة كان سبب عمتي وفلوس عمتي. صحيح انا كنت عمية، نسيت اني لما كنت فقيرة ما كنت تسائل فيا. واللي حركك وخلاك هتنط من القطر ان عمتي غنية، وانها هتسكنك معاها وتديلك ما هي وتسيبك شغل. حد يرفض النعمة؟ حد يرقى الفلوس والوجه الحسن ويتعزز؟ تفيدك. بس يا بنتي بس ما تعيطيش، بكره تنسيه. هي يا دكتور هانت كلها اسبوع ونشيل الجبس. يا ترى يا دكتور هقدر امشي عليها ولا هعرج وشاركوني في الكوميسيون؟ والله كل شيء يبان بعد الجبس. شد حيلك. ربنا يخليك يا دكتور، ان شاء الله خير. قول لي ما شفتش تبيده؟ ابدا، لكن مدبولة بحها من بعيد راكبه طنبيل، الظاهر كانت مع عمتها. كلمها؟ يكلمها ازاي وانت محلفنا ما حدش يجيب سيره؟ حماده ارحم نفسك وحلنا من اليمين عشان نقول لتفيده على كل حاجه. مش لازم تعرف. تبقى ما بتحبهاش. بالعكس انا علشان بحبها مش لازم تعرف. تفيدة مالها؟ اقرا وريني. اقرا احمد بولي. الله 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 الله، دي هتتجوز الليلة. والعمل لازم ندي خبر لحمادة. جنبي ايه اللي جابكوا بدري النهاردة؟ اصل يعني قرينا خبر كده في الجورنال وقلنا لازم نكلمك. جوازت فيه ده مش كده؟ الله، انت عرفته؟ ايوه، انا هسافر اسكندريه اقضي بقيه اجازتي هناك لغايه ما صحتي تتحسن وبالي ارتاح. تسافر وتسيبها تتجوز غيرك وهي بتحبك؟ اسمتي كده في شرع مين ده؟ مدام الحمد لله وهترجع شغلك تاني وتقدر تصرف عليها من عرق جبينك. فات الاوان خلاص. ليه بس؟ يا مسألة عندها سحمادة، ما تقولها على الحقيقة. وحياة أبوكو فضونا من السيرة، أنا طالع جاهز لدومي. احنا هنفضل كده حطين إيدنا في مية ساعة ونهاوده على خطرته دي؟ ده سرقه السكينة، ده مش حاسس، ده لو تفيدة اتجوزت غيره يا يحدف نفسه تحت قطر يا يدعو نفسه من الشباك ينزل قدامنا ساكت. بقى شوف سكات ما نسكتشي، أنا مش طايق. ده ذنب نتحاسب عليه يوم القيامة. تمام، احنا نخلص ذمتها، نقول لها على الحقيقة ولا يجري يجري.
القول بينا. يلا شحيلوا شحيلوا حالا النهارده دي العريس تحت مستعجلين قوي. يا اهلا وسهلا، فين العريس؟ ولا اللي جاب الواد ده؟ مبروك يا عريس. مبروك مبروك يا عريس. الف مبروك. اهلا وسهلا يا استاذ. الله يبارك فيك. اتفضل. العريس مسورة. يا هدمتي فين؟ تحت. تفضلي. تسمحوا سيبوني شوية لوحدي. طيب ما تتأخريش. جاية يا حبيبتي. تفضلوا يا حواني تفضلوا. عقبال عندكم عقبال عندكم. بسرعة بسرعة اقطع عليكم كل ده يحصل وما تقولوليش. نعمل ايه؟ كان محلفنا، لكن بقى جينا للجد وما قدرناش نسكت. النار وجت في دماغي. احنا راسمين الخطة. طب يلا بسرعة بسرعة شوية. حمادة الحقني يا حمادة، البوليس بيجري ورايا. ده في ده هتخلصني منهم زي اول مرة ولا هتخلى بي؟ أنا حمادة تفيدة حبيبتي. أنا مش قلت لك السعد هتدخل لي من الشباك؟ من هنا ورايح السعد مش هيفرقك أبدا، هيفضل دايما معاك. بسرعة بسرعة اقطع عليكم كل ده يحصل وما تقولوليش. نعمل ايه؟ كان محلفنا، لكن بقى جينا للجد وما قدرناش نسكت. النار وجت في دماغي. احنا راسمين الخطة. طب يلا بسرعة بسرعة شوية. حمادة الحقني يا حمادة، البوليس بيجري ورايا. ده في ده هتخلصني منهم زي اول مرة ولا هتخلى بي؟ أنا حمادة تفيدة حبيبتي. أنا مش قلت لك السعد هتدخل لي من الشباك؟ من هنا ورايح السعد مش هيفرقك أبدا، هيفضل دايما معاك.